وحيد القرن باللاتينية راينو، هو أحد أنواع الحيوانات الكبيرة التي تعيش في القارتين الإفريقية والآسيوية. هذا الحيوان مهدد بالانقراض لأنه يتعرض للإبادة بسبب قرنه، حيث يقال إن له فوائد طبية مما شجع على كثرة الصيد والإبادة له. اتخذ السودان وحيد القرن الأبيض الشمالي كرمز وطني عند الاستقلال، لكنه تخلى عنه لاحقا واستبدله بصقر الجندول. إنه حيوان ضخم وهو أحد أكبر الحيوانات على سطح الأرض، يبلغ ارتفاع الكتفين 1.5 متر وطولها 3 إلى 3.65 متر ووزنه 455 كيلوغرام إلى 1365 كيلوغرام. أما الأنثى فهي أصغر من الذكر. يولد وحيد القرن الصغير بوزن متوسط يبلغ 38 كيلوغرام بعد فترة حمل تتراوح من 15 إلى 16 شهرا، ويمكن أن يبدأ في تتبع أمه بعد 3 أيام فقط. ويكون الصغار هدفا للضباع والأسود، وتلد معظم الإناث صغارا كل 2 إلى 3 سنوات. ويعيش وحيد القرن من 25 إلى 40 عاما، ولكن قد يعيش 50 سنة في الأسر. وحيد القرن قصير النظر، لذلك قد يهاجم أولا ثم يتحول لاحقا. لها حاسة شم ممتازة تمكنها من اكتشاف أماكن الأعداء. على الرغم من وزنه الثقيل يمكنه الجري بسرعة كبيرة، وغالبا ما يكون جلده السميك ملجأ للحشرات والطفيليات، وبالتالي غالبا ما ترى طيور مثل أبو قردان تتغذى على هذه الحشرات، كما يأكل العشب والشجيرات والعشب الجاف وبعض أنواع البروتين والمعادن الخاصة. في إفريقيا يصطادون وحيد القرن من أجل لحومه وجلده السميك، فضلا عن شكل من أشكال الريادة. فمنذ حوالي 100 عام قضى الصيادون على وحيد القرن عريض الشفة، والذي يسمى أيضا وحيد القرن الأبيض، لذلك تم إنشاء محمية في جنوب إفريقيا للحفاظ على وحيد القرن العملاق، الذي تصل بيانات حجمه إلى بيانات وحيد القرن الهندي لمدة 30 سنة. تم أخذ 600 وحيد القرن واسع الشفة وبدأوا في نقلهم إلى محميات أخرى من إفريقيا. على الرغم من ندرة هذا النوع من وحيد القرن في العالم، يوجد اليوم أكثر من 5000 من وحيد القرن واسع الشفة في جميع أنحاء العالم، معظمها في حدائق الحيوانات. أكثر أنواع وحيد القرن شيوعا في العالم كانت ذات يوم وحيد القرن الإفريقي المعروف بأسمائه الشائعة وحيد القرن الشائع ووحيد القرن الأسود.